بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل عليه نعمته وبركته من الان وابد كلها امين. جيل هذا الصباح يا احبائي يحط شرط للحياه، ان لم تؤمنوا فتموتون في خطاياكم، ولكن إن آمنتم فتقدروا تخشوا الحياة. ليه؟ لأنه الإيمان ده يبقى أنت آمنت بالمخلص. يقول لنا كده الآية: فقلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم لأنكم لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. الحقيقة هو الإيمان بالمسيح هو الخلاص، لأنه ليس بغيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. ولو إحنا شفنا نفوسنا دلوقتي، كل تعبنا وكل خوفنا وكل رعبنا هو عدم الإيمان، لأن إحنا مش واثقين إن الله هو قادر على كل شيء، هو ضابط الكل، هو اللي ماسك كل شيء بيمينه. الله هو مخلصنا. أول حاجة عدم إيماننا، مش هتؤمن، مش هتخلص من خطيتك الأولى اللي خدتها من آدم، اللي اتولدت بيها واتزرعت بيها في الأرض، ومش هتاخد بيها الحياة الأبدية، الحياة الجديدة، إنك مش مصدق إن هو ده الخلاص. حاجة تانية، إن أنت طول عمرك هتفضل عايش في تعب وألم وموت. أنا الحقيقة لما بنكون الواحد بيقول بيمر بضيقات وأتعاب كثيرة في العالم، بيقول أنا ميت، مش تعبان بس، أنا ميت من التعب. فالحقيقة يبقى لها طول، لا أرض ولا سماء. عشان تقدر تعيش صح، آمن، آمن عشان تقدر تعيش تحت وتعيش فوق. تعيش فوق طبعا في صحبة الله، لأنك تبقى من السماء زيه، وفي الأرض تبقى عايش في راحة وسلام، لأنك هتاخد ثمار الروح جواك: محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، لطف، صلاح، إيمان. كل ده هتاخده من إيمانك إن الله موجود والله داخل جواك، وهو ده اللي قادر على كل شيء. طب تعالوا إحنا نشوف نقوي إيماننا إزاي. هنقعد نرغي كتير ونقول أنا محتاج إيمان، طب أنا مش عارف أقوي إيماني إزاي. أول حاجة عشان تقدر تقوي إيمانك، ثق في صفات الله. ثق في صفات الله، يعني إيه ثق في صفات الله؟ إن الله ليه صفات كتيرة جدا، هو المحيي، هو المدي القوة، هو المرشد، هو المخلص، هو القادر على كل شيء، هو ضابط الكل. ثق في صفاته. الحقيقة إحنا بنقول الكلام ده ببقنا، لكن هل في جواك ثقة حقيقية إن أنت هو ده الله، هو اللي ماسك كل شيء في إيديه؟ ده ساعات كتير إحنا بنخاف من نتكلم معاه. هو ربنا هيسمعنا؟ هو ربنا هيستجيب؟ هو ربنا قادر ان هو يعمل كده؟ الحقيقة الآباء كلهم علمونا، والكنيسة علمتنا، والإنجيل علمنا، يقول لك ايه؟ لو آمنت، لو عندك إيمان قد حبة الخردل، قل للجبل ينتقل من هنا إلى هنا، ينتقل. ده قصة كده، مرة في البستان أب بيعلم ولاده، بيقول لهم يا جماعة أنتوا لو عندكم إيمان وقلت للجبل ده ينتقل من هنا لهنا، ابتدى الجبل ايه؟ ينتقل. قال مش انت يا مبارك، خليك قاعد شوية. شوفوا قد ايه ده مجرد كلامه واثق فيه. فثق في صفات الله. صفات الله كلها مليانة، كلنا عارفينها. تاني حاجة، ثق في وعوده. الكتاب مليان وعود كتيرة قوي: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، من يمسكم يمس حدق مطعينه. كلها وعود لينا وليك إن أنت تعيش مرتاح، بس اطلبه، اتمنى بس وأنا هجيب لك اللي أنت عايزه. ده قال لك كده: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هل جيت في مرة وقفت قدام ربنا ودفعت عن نفسك وطلبت، قلت له أنا تعبان، عايز أنفذ الوصية دي؟ ده وعد منك نفذه.
لو انت واثق فيها انت من غير ما تدافع عن نفسك قدام ربنا هتبقى واثق من جواك ان هو هيقدر ينفذ كل شيء. الحقيقة الكتاب المقدس مليان وعود، بس هل انت مصدقها ولا هو كلام بس بنقراه؟ الحقيقة والإيمان هو تحويل الكلام ده إلى حياة حقيقية. قول له رب أنت القادر على كل شيء. جميل جدا، لسه بكلم مع حد ميلادي امبارح في الاعتراف، فبيقول لي طب أعرف ربنا إزاي؟ ولو أنا طلبت منه قلت له عرفني ذاتك هيعرفني؟ أنا مش قادر أعرف ربنا. قلت له صدقني كل اللي جه للمسيح على كبر كان بيسأل له ربنا بس الكلمة دي، يا رب عرفني ذاتك، يا رب عرفني ذاتك، واثق ان هو سامع وعارف ان هو هيعرفه ذاته. هل انت واثق حتى في الكلمة دي في الصلاة اللي انت بتصليها؟ فالحقيقة ضعفنا هو ده المشكلة. تالت حاجة عشان تقدر تقوي ايمانك، انظر لربنا وقوته، ما تنظرش لقوة المشكلة. يعني دايما كده كل ما يحصل اي مشكلة هبتدي ادور احلها ازاي، واروح لمين، واجيب ايه، واشوف مين، ومين يصلحني، ومين يساعدني، ومين يصلح المشكلة دي، ومين يقويني في المشكلة دي. لكن عمري ما فكرت اقف قدام ربنا اقول له ايه رأيك يا رب في المشكلة دي. بابا شنودة الله نفسه كان دايما يقول لنا كده، ايه لما يكون في مشكلة ما تحطهاش بينك وبين ربنا، لكن حط ربنا بينك وبين كون المشكله بينك وبين ربنا، المشكله بتتحد معاك وبقيتوا انتوا الاثنين مشكله قدام ربنا. لكن لو حطيت الله بينك وبين المشكله فانت اتحدت مع الله ضد المشكله. فالنهارده لما تلاقي اي مشكله قدامك، لا اعمل ايه؟ حط ربنا قدام المشكله، حط ربنا قدام المشكلة. ما تخليش انت ما تواجهش المشكلة بذاتك، لان لو انت وقفت المشكلة لوحدك هتقع، لازم هتقع. رابع حاجة عشان تقدر تقوي ايمانك، اتضع. حس ان انت تراب، انت ولا حاجة من غير الله، واعرف ان انت حتى مهما كانت قوتك، قوتك دي من قبل الله، مش من قبل اي حد. واعرف ان ضعفك ده ما قدرش حد يقويه غير الله. فلو اتضعت هم دول اللي يخلصون. مره جابوا الانبا انطونيوس بيقولوا له وروه له بتاع الشياطين كتير قوي في البريه، من يخلص؟ الانبا انطونيوس بيسال من يخلص يا رب؟ راح جه قال له ايه؟ المتضعون هما الذين يخلصون. الاتضاع هو ده اهم شيء في الدنيا. اعرف ان انت من غير ربنا ولا حاجه. لكن مشكلتنا احنا دايما بنعتمد على ايه؟ انا قادر نعمل اي حاجة، بس حطني في اي مشكلة وانا هشتغل. الحقيقة لا، من غير ربنا ما تقدرش تعمل اي حاجة. اخر حاجة عشان تقدر نعرفها، لو انت ضعيف الايمان وما عندكش ايمان صلي. هي دي اخر حاجة بس دي اقوى حاجة. صلي قول يا رب اعن عدم ايماني، او اعن ضعف ايماني. أنا رب ضعيف لكن أنت رب القوي. أطلب من ربنا القوة، أطلب من ربنا الإيمان عشان تحيا، تحيا في هذا العالم بهدوء وسلام وطمأنينة وفرح. لأن معك يا رب لا أريد أي شيء على الأرض، مش عايز معك حاجة تانية على الأرض يا رب. هو ده الإيمان الحقيقي. صلي من ربنا يديك القوة ويديك الإيمان. نرجعهم كده بسرعة. أول حاجة ثق في صفات الله، إن هو المخلص، إن هو القادر، إن هو القوي الضابط الكل، المعطي، المرشد، كل حاجة. ثق في إيه؟ صفاته. تاني حاجة صدق وعوده الموجودة في الكتاب. حول الكتاب المقدس لحياة، مش مجرد كلام بنقراه أو قصص بنقراها في الحياة. ثالث حاجة انظر إلى الله، ما تنظرش المشكلة. الله هو أهم، وضعه بينك وبين المشكلة، ما تضعش المشكلة بينك وبين الله. رابع حاجة تضع، خلي قلبك متضع، عرف